ومعنا عبر الانترنت من القاهرة السيد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. أهلا بك دكتور عبد الحكيم. دكتور عبد الحكيم، يعني بعد أن تابعنا هذا التقرير للفاو، وكان قد خرج منذ أيام علينا وزير الزراعة السوداني يؤكد أنه لا مجاعة في السودان، وأن هذه التقارير التي تصدر من المنظمات الأممية هي فقط لإخافة الشعب السوداني، ما ردك على ذلك؟ أو أيهم الأدق؟ أولا شكرا على الاستضافة، مساء الخير. فيما يتعلق بوضع الأمن الغذائي عموما في السودان، نحن نتابع من خلال ما يعرف بالآي بي سي أو الانتجريتد فيس كلاسيفيكيشن، وهو التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي في كل مناطق السودان. وتم إطلاق النسخة الأولى من هذا التقرير أو التصنيف في بداية أو مطلع هذا العام، وكان آخرها في شهر يوليو الماضي عندما تم إطلاق التصنيف المرحلي المتكامل، والذي أشار إلى أكثر من نصف سكان السودان هم في المرحلة الثالثة أو أعلى، وهي مرحلة الأزمة أو مرحلة الطوارئ أو الكارثة. ومن هؤلاء 25.6 مليون شخص اللي هم يقعوا في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة والخامسة، منهم حوالي 8.5 مليون في المرحلة الرابعة وهي مرحلة الطوارئ، وهي مرحلة غير كافية للغذاء اليومي، ونتكلم على حوالي 1.25 مليون 755 ألف شخص في المرحلة الكارثة، واللي هم معرضون مباشرة للمجاعة. ووفق إجراءات منظومة الأمم المتحدة التي تشرف على هذا التصنيف المرحلي المتكامل، والذي تشترك فيه أكثر من 18 أو 18 مؤسسة أممية ودولية، يتم دعوة ما يعرف بلجنة مراجعة المجاعة أو Famine Review Committee للتأكد من صحة هذه الأرقام في مرحلة لاحقة. وتم إطلاق آخر تقرير كما أشرتم إليه من لجنة مراجعة المجاعة، والذي يؤكد ارتفاع مستويات المجاعة في بعض المناطق المحددة والتي تقع تحت طائلة النزاعات، منها بالخصوص أكبر مخيمات النازحين الداخليين، وهو مخيم زمزم في جنوب مدينة الفاشر في منطقة دارفور، وكذلك مؤشرات إلى وصول بعض المخيمات اللاجئين الآخرين داخل الدولة والنازحين الداخليين لمؤشرات المجاعة، والتي تؤكد إلى أن 1% من 5% مصابون بنقص حاد في الأمن الغذائي، يؤدي إلى الجوع ويؤدي إلى الوفاة في حالات متكررة. وهذا مؤشر خطير جدا، ويتوقع من خلال آخر تقرير أن تستمر هذه الحالة في انعدام الاستقرار الأمني ووقوف النزاعات حتى شهر أكتوبر من هذا العام، وقد يزيد الوضع سوءا في المخيمات الأخرى. نعم، بالحديث عن مخيم زمزم، وهو حديث الساعة الآن، لأن الكثير من الأطراف الأممية وأيضا أطراف الدعم السريع والجيش يعني يلقون بالمسؤولية على الآخر دائما، ويقولون أن ما تسبب في الجوع هناك عدم إدخال المساعدات من طرف الدعم السريع. تحديدا ما الذي يحدث في مخيم زمزم، يعني حسب معلوماتك بدقة، والذي أدى إلى هذه المجاعة هناك؟ مخيم زمزم يقع حوالي على مسافة 12 كيلو مترا جنوب مدينة الفاشر في ولاية دارفور، وهو يحوي حوالي 500 ألف نازح، يعني حوالي نصف مليون من النازحين الداخليين نتيجة النزاع. نحن نعلم جيدا أنه أثناء النزاعات العسكرية والنزاعات المسلحة لا يمكن للمنظمات الأممية والإنسانية من التحرك بسهولة لإيصال هذه المساعدات في حينها للمحتاجين لها بشكل مباشر، وهذا ما حصل في مخيم زمزم. النزاعات المستمرة، نحن نتكلم على منظمة الفاو الآن أطلقنا برنامج كامل لإيصال المساعدات فيما يتعلق بالمساعدات والمدخلات الزراعية لكل ولايات السودان، كثير من الولايات الواقعة في الجانب الغربي من السودان لم نتمكن من الوصول إلى المزارعين لإيصال مدخلات الزراعة الرئيسية من البذور وغيرها، ومنها ما يحصل في هذه المخيمات التي لم تتمكن الهيئات الإغاثية من إيصال قوافل الغذاء إلى تلك المنطقة نتيجة استمرار النزاعات. بدون توقف النزاعات المسلحة وبدون تأمين ممرات آمنة للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الغذائية في حينها، فإن الوضع سيزداد سوءا وقد تكون أكثر كارثية وفق المؤشرات التي أشرت إليها سابقا.
طيب يعني دكتور عبد الحكيم، من الطرف الذي يمنعكم بشكل رئيسي من الوصول إلى هذه المناطق لإدخال المساعدات؟ من يتحمل مسؤولية الجوع في هذه المناطق؟ كل الأطراف المسؤولة على النزاع طبعا تتحمل مسؤولية. نحن لا نشير بالبنان لطرف بعينه، فطالما أن هناك نزاع مسلح وهناك عدم أمان في تلك المناطق، فإن حركة العمليات الإنسانية شبه مشلولة بالكامل، لأنها لا تستطيع أصلا دخول المنطقة، وإن دخلت فهي لا تستطيع الحركة للوصول إلى المستهدفين. أعتقد أنه في هذه المرحلة على الأقل من الناحية السياسية يجب الاتفاق على فترات آمنة وفتح ممرات آمنة لتمكين هذه المساعدات من الوصول. وهنا أتكلم على كل الأطراف الحقيقة بأمانة، هناك تجاوب كبير جدا من طرف الحكومة فيما يتعلق بالجهات التي نتعاون معها في توزيع المدخلات الزراعة في الولايات الشرقية، ولكن في الولايات الغربية خصوصا في دارفور وكردفان أصبح الأمر صعب جدا مع استمرار النزاع المسلح في هذه المناطق. نعم. طيب بالحديث عن إدخال المساعدات، أيضا عندما خرج وزير الزراعة السوداني يتحدث عن الوضع الأمن الغذائي في السودان، تحدث عن عدم إمكانية فتح الحدود لإدخال المساعدات على اعتبار أن هذه المساعدات تحت جناحها تدخل الأسلحة وأيضا القوات التي تساهم في هذا الصراع أو المقاومة أو وجود القوات التي تساعد في هذا الصراع المسلح. طيب ما هي أهم أو أبرز الأماكن أو المناطق الحدودية التي تحتاجون فتحها لإدخال هذه المساعدات للمناطق التي تعاني بالأكثر؟ عادة المعابر الحدودية التي تتطلب الفتح، الآن لا نتكلم على فتح معابر حدودية، نحن نتكلم على وجود مساعدات داخل أراضي السودان تم إيصالها إلى الجزء الشرقي خصوصا في بور سودان، وإمكانية توزيعها من داخل السودان إلى الجهات الأخرى خصوصا في منطقة غرب السودان للمستفيدين منها. ولم تتمكن هذه القوافل من الحركة إلى مناطق شرط إلى دارفور وكردفان والجزيرة وغيرها من الولايات الأخرى المتضررة تحت النزاع. أما ما يتعلق بالممرات فهناك آلية داخل منظومة الأمم المتحدة يتم فيها التحاور مع الحكومة الرسمية داخل الدولة، ويتم فيها الاتفاق على آليات فتح هذه المعابر، وكذلك دول الجوار المتجاورة لهذه الدول المتعلقة بالمعابر وآليات الرقابة على تلك المعابر. وبالتالي هناك منظومة متكاملة يتم فيها الاتفاق مع كل الأطراف لتأمين أن هذه المعابر تفتح فقط للمساعدات الإنسانية وليست لأغراض أخرى. طيب سيد دكتور عبد الحكيم، أيضا يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو يعني هل أوضاع النازحين، ودائما الحديث يكون عن أوضاع النازحين أكثر من أوضاع السكان الأصليين في المناطق، هل أوضاع النازحين هي الأكثر صعوبة في هذه المناطق؟ بكل تأكيد أوضاع النازحين، لأن هؤلاء النازحين نزحوا في ظروف مفاجئة وظروف قاهرة وتحت الضرب والعمليات العسكرية القائمة في النزاعات في الأماكن التي كانوا يقطنون فيها، وبالتالي هم لجأوا لأماكن وظروف صعبة جدا، ولم تتمكن كل المساعدات الإنسانية من الوصول إليهم لتأمين المأوى والمأكل والمشرب بشكل كافي. فهم ليسوا في مخيمات لاجئين آمنة، نحن نتكلم على مخيمات لاجئين ونازحين داخليين داخل البلد، وهي تحت ظروف عسكرية وتحت ظروف حرب مستمرة. نعم، هل هنالك أي وعود من أي طرف من الأطراف لتقديم هذه المساعدات التي تحتاجونها فعلا لإدخال هذه المساعدات؟ المطلوب هو تسهيل الممرات الآمنة وتحديد فترات أمان لدخول المساعدات الإنسانية. كل المنظمات الإنسانية في منظومة الأمم المتحدة بما فيها منظمة الأغذية والزراعة الفاو، برنامج الغذاء العالمي وهيئات المساعدة الأخرى مستعدة وجاهزة مع الداعمين الدوليين لتوفير كل ما يحتاجه النازحين والمحتاجين من الغذاء والماء والمأوى والمأكل والمشرب، ولكن ما نفتقر إليه الآن هو الأمان للوصول إلى هؤلاء الناس في ظل الظروف القائمة. فالمطلوب هو فترات أمان واستقرار كاملة وإيقاف لإطلاق النار وممرات آمنة لإمكانية الوصول إلى هؤلاء المحتاجين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، كنت معنا عبر الإنترنت من القاهرة.